انا بدات تدريب سنه 2012 بعد اولمبياد لندن. انا من وانا لاعب كنت لاعب طايره اصلا يعني سابقا 11 سنه، فمن وانا لاعب وانا ناوي ان انا اكمل في الكارير ده وابدا تدريب يعني. فربنا اذن يعني وكرمني ان انا ابدا تدريب بدري بسبب ان انا جالي اصابه كبيره في كتفي يعني، فبطلت فولي وبدات تدريب في 2012. كانت اول حاجه مسكتها كان منتخب مصر لسلاح الشيش او منتخب مصر للمبارزه يعني، ده في 2012. بعد كده كنت ماسك اكتر من لعبه تانية يعني قبل كره القدم يعني للفتره لغايه 2018. بدايتي في الكوره كانت 2018 مع كابتن ايهاب جلال، دي يعني مرحله قبل اهلي طرابلس كده كنت ماسك معاه جزء متعلق بالتكنولوجي. بدايتي في الكوره فعليا كانت 2018 بنادي اهلي طرابلس الليبي. بعد كده رجعت انضميت بقى للجهاز الفني للكابتن عماره النحاس من اول ما هو مسك في نادي المقاولين العرب. قعدت مع الكابتن عماد اربع مواسم، كانوا ثلاث مواسم ونص بالظبط في المقاولين العرب. دي كانت يمكن مرحله المراحل الاساسيه، والموسم الرابع اكتمل بالاتحاد السكندري يعني. بعديها بقى انضميت للمنتخب الكوره، ودي يمكن ما كانش اول مره امسك منتخب كره القدم او ان انا اشارك في امم افريقيا يعني. انا كنت ماسك منتخب تنزانيا 2019 مع كابتن ايمانويل امونيكي، كنت انا المعد البدني معاه في الجهاز الفني يعني. يعني بعد فضل ربنا طبعا كانت سبب من اسباب وجودي في المنتخب، انا ترشحت اكتر من مره، دي كانت يمكن رابع مره اترشح مع الاجهزه الفنيه اللي بتيجي سواء مصريه او اجنبيه يعني. كان الموضوع مبني اكتر على يعني اداء ومستوى فرقه المقاولين العرب في الموسمين ورا بعض غالبا اللي هو 2020 و2021، في الموسم اللي خدنا فيه خامس والموسم اللي بعده احنا ما طلعناش من المربع الذهبي خالص لغايه اخر الدوري يعني. فيمكن ده كان احد الاسباب الاساسيه، وطبيعه برضو دراستي يمكن يعني ما ارتكنتش او ما اكتفيتش بالدراسه التقليديه شويه، بدات اروح لدراسه الاحمال المتخصصه في الكوره يمكن من بدري شويه. فدي حاجه من الحاجات اللي فرقت، ان احنا دايما عندنا في فرق كبير، وده يمكن واحد من النقط اللي محتاجين نوضحها بين المعد البدني وبين مخطط الاحمال يعني. المعدين البدنيين كتير جدا في كل الدول، وفي مصر في معدين بدنيين كتير جدا شاطرين، بس في حته دايما مفقوده وهي اداره الحمل او تخطيط الاحمال او اللي بيسموه مدرب الاحمال، بس هي اسمها تخطيط احمال، وهي بروس ليها دراسه لوحدها، مش مجرد ان انت راجل معد بدني قوي تقدر تبقى مخطط احمال يعني. فتخطيط الاحمال في الكوره ده دراسه لوحدها، انا بداتها يمكن من بدري، بداتها قبل حتى ما انضم للكابتن عماد النحاس، وفيها جزء كبير مبني على استخدام التكنولوجي برضو، ودي حاجه من الحاجات اللي بتفرق في الاجهزه الفنيه اللي بتشتغل بمنظومه يعني. فدي واحده من الاسباب يعني الاساسيه. من اصعب الحاجات اللي يمكن في الكوره اتعاملت معاها كانت فتره كورونا. يمكن فتره كورونا لما جت يمكن ده كان احسن مواسمنا، لان انا الصراحه يعني ايه خدت راحتي جامد، لان كان دايما بيبقى عندنا مشكله في ان انا اقدر اشتغل شغل القوه اللي انا متعود عليه او اللي انا محتاجه اوصل له او اللي انا بحلم اللعيبه تقدر تعمله. كان دايما بيكون خطر ان انا اعمله جنب تمرين الكوره يعني، جنب الماتشات وجنب الماتشات الوديه والتمارين الجامده، كان بيبقى دايما في ريسك ان شغل القوه ده يتعمل. طبعا بقى خدت راحتي على الاخر في كورونا، يمكن ثلاث شهور بمرنهم اونلاين، وكان الكابتن عماد بيكون حاضر التمرين اونلاين معانا، وكان في غياب وخصم وكل حاجه. فاشتغلت شغل انا عمري ما كنت هعرف اعمله لو قعدت ثلاث مواسم اعمل اعداد للفرقه يعني. ففرقت معانا جدا، يمكن احنا كنا راجعين كان الموضوع باين جدا، يمكن ده من الاسباب الاساسيه ان انا ابقى موجود في المنتخب الموسم ده، لان الفرقه كانت طبعا احنا متوسط العمر كبير في المقاولين العرب. بالرغم من كده احنا كنا فارقين جدا عن الفرق، يمكن في ماتشين كسبناهم ماتشين صعبين جدا مع فرقه كبيره جدا يعني، وكان مطلوب مننا لعيب واثنين وكان النتيجه لسه 0-0 وكسبنا يعني. فدي من الحاجات اللي فرقت جدا فتره كورونا، يمكن اثرت بالسلب على انديه كتير، بس احنا استغليناها الصراحه اسوء استغلال. بس احنا ماتش الزمالك ده الماتشات اللي كان مطلوب مننا اللعيب، كان مطلوب مننا فادي نجاح في الدقيقه 30 اعتقد او الدقيقه 29، كانت نتيجه 0-0 وكسبنا الماتش ده 2-1. الصوره دي انتشرت جدا بعد الماتش في اوضه اللبس، عشان اللعيبه كلها كانت في فورمه كويسه جدا، حتى انا ساعات تتريق بقول لك ده جايبين المعد البدني بتاع البايرن وبتاع، انا فاكر كويس جدا التوقيت ده.